السلام عليكم، أهلا بكم شباب الفرقة الرابعة قسم هندسة الغزل والنسيج. عارفيني طبعا معاكم دكتور عبد المنعم فودة. برحب بيكم في المحاضرة الصوتية رقم 5، مادة تخطيط مصانع تريكو ملابس، الجزء الخاص بتخطيط مصانع تريكو. احنا ما زلنا في الجزء اللي المهندس أول ما يتخرج هيشتغل فيه باستمرار، اللي هو خطط الإنتاج. اتفقنا إن التخطيط بيشمل جزئين، الجزء الأول ممكن يكون خاص بإنشاء مصانع، وده قليلا يعني ما يتم العمل به، إنما أنتوا بالفعل بتروحوا تشتغلوا على مصانع قائمة، بيبقى معظم الشغل المهندس اللي بيشتغل في التخطيط، بيشتغل في خطط إنتاج، المسؤول عن الطلبيات والخامات المستخدمة، مواعيد التسليم، حساب التكاليف، وكل هذه الأمور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الرانينج تايم، زمن التشغيل. أول لما تعرف زمن التشغيل تقدر تحدد تاريخ التسليم، تقدر تحدد عدد الماكينات اللازمة، تقدر تحدد كمية الإنتاج اليومية على حسب الساعة الإنتاجية بتاع المصنع بتاعك وعلى حسب عدد الماكينات. هيتضح كل الكلام ده في الأمثلة زي ما احنا متعودين. تعالوا نبدأ بالمثال الأول. لو مطلوب من مصنع تريكو إنتاج قماش 1296 سين متر، بمعلومية البيانات التالية. أول معلومة إن المصنع فيه خطين إنتاج، كل خط فيه 5 ماكينات، إذا أصبح عدد الماكينات كأن أنا بقول لك عدد الماكينات اللي موجودة في المصنع 10 ماكينات، بس بشكل غير مباشر، بس ناخد بالنا من كلمة تو برودكشن لاين. المعلومة التانية إن سرعة الماكينات 18 كورس بالمينت، والكورس بير سنتي 14، وعدد ساعات العمل اليومية 7 ساعات. عايزين نحسب عايزين نحسب الزمن اللازم لإنتاج أو لتسليم هذه الطلبية اللي هي 1296 متر. تخيلوا فكروا معايا فكرة الحل هتبقى ايه؟ سيبكوا كده يعني ثواني كده تفكروا. أكيد طالما أنا عايز زمن إنتاج يبقى حاجة من اتنين، يا اما ان انا هجيب عدد زي ما احنا شايفين كده في العلاقه الاولانيه، عدد الكورسز اللي في القماش كلها، عدد الصفوف اللي في القماش كلها، لو قسمتها على عدد الصفوف اللي المصنع هيطلعها في اليوم. تاني ركز معايا، بقول لو جبت عدد الصفوف اللي في القماش كله، توتال نمبر اوف كورسز ان فابريك، لو انا جبت ال 1296 متر وعرفت عدد الكورسز اللي فيه، وفي نفس الوقت عرفت المصنع ده قوته الانتاجيه كام كورس في اليوم، قسمت الاثنين على بعض يديني يديني عدد الايام. او بشكل تاني، لو انا عايز اشتغل بالطول، لو انا قلت طول القماش الكلي على ما ينتجه المصنع من انتاج طولي في اليوم، يعني لو انا عندي عرفت المصنع بيطلع كام متر في اليوم، وانا عندي كمية الانتاج الموجودة، لو سبت الاتنين على بعض يديني عدد الايام. تعال نعوض في العلاقات، علشان اجيب عدد الصفوف اللي المصنع هينتجها في اليوم هجيبها منين؟ معلومية صح؟ اكيد بمعلومية الكورسز بير مينت. انا مديك اهو معطى في المسألة، الماشين سبيد 18 كورس بير مينت. اذا لو انا ضربت سرعة المكنة اللي بتشتغل ب 18 صف في الدقيقة، لو ضربتها في 60 يبقى كده عدد الكورسات المنتجة في الساعة، لو ضربتها في 7، للأسف الصفر ده خطأ يا ريت تتم إزالته، لو ضربتها في 7، 7 اللي هي اللي هي عدد ساعات العمل اليومية، يبقى أنا كده جبت مين؟ عدد الكورسات اللي المكنة الواحدة هتطلعها في في اليوم، هيطلع 7560 كورس بير داي بير ماشين. نضيف برضو هنا كلمة ماشين، يبقى نشيل الصفر ده ونضيف هنا ماشين، يبقى المكنة الواحدة بتطلع 7560 كورس في اليوم. طيب المصنع كله احنا اتفقنا ان المصنع فيه كام مكنة؟
10 ماكينات. اذا المصنع كله هيطلع ايه؟ هيطلع 7560 في 10 ب 75600 كورس بير ايه؟ بير دي بير ميل. هنا كل المصنع كله هيطلع 75600 كورس في الايه؟ في الدي. يبقى لي ان انا اعمل ايه؟ اجيب التوتال نمبر اوف كورس ان فابريك. طبعا دي سهله جدا، انا عندي القماش بتاعي كام متر؟ 1296 متر. طيب احوله لسنتي يبقى هضرب في 100، هضرب في 14. 14 ليه؟ 14 اهو من المعطيات اهي، 14 كورس بير سنتي. اللي هيطلع من ده هقسمه على 75600 يديني عدد الايام اللازمه لتسليم هذه الطلبيه اللي هو 24 ايه؟ 24 يوم. طيب لو جينا نفكر بالشكل الثاني اللي هو عن طريق اللينير برودكشن، اتفقنا انا عايز اجيب مين؟ المكنه بتطلع كام متر قماش في اليوم؟ تعالوا نرجع كده ونشوف لما كنا بنحسب الانتاجيه بتاع مكنه النسيج، نقارن مكنه النسيج عشان اجيب اللينير برودكشن. انا دلوقتي هجيب لينير برودكشن، انتاج الطولي عدد الامتار الطوليه اللي المكنه هتطلعها. كنت بعمل ايه؟ زي النسيج بالظبط، كنت بقول ايه؟ بيكس بير مينت على بيكس بير سنتي في 60 على 100 في الكفاءه. هنا زيها بالظبط، اقول الكورس بير مينت اللي هي الماشين سبيد على الكورس بير سنتي في 60 على 100 يبقى كده في الساعه، اضرب في النمبر اوف وركينج اور في العدد ساعات العمل اليوميه يديني ايه؟ اهو تعالى نشوف، 18 اللي هي سرعه المكنه على 14 اللي هي كورسز بير مينت في 60 على 100، حولت ايه؟ حولتها من كورسز بير مينت، من متر بير مينت، من سنتيمتر بير مينت لمتر بير اور. اضرب في 7 اللي هي عدد ساعات العمل اليوميه، في 10 اللي هم ال 10 ماكينات، يبقى المصنع كله هيطلع لي كام؟ 54 متر بير دي. طيب اذا لو انا عندي كميه الانتاج كلها اللي هي 1296 متر هقسمهم على 54 اللي المصنع بيطلعهم بير دي، هيديني نفس الاجابه السابقه اللي هي 24 متر بير دي. كده يبقى بمعلوميه سرعه المكنه، بمعلوميه الكورسز بير مينت، بمعلوميه عدد الماكينات اللي موجوده في المصنع، اقدر احدد تاريخ التسليم. يبقى اذا لما يجي لي اي عميل يطلب مني اي طلبيه، عايز يقول لي مثلا انا عايزك تسلمها لي بعد ايه؟ بعد 20 يوم. انا مهندس تخطيط قاعد في المصنع، عارف امكانياتي، عارف عدد الماكينات اللي عندي، عارف سرعه الماكينات ايه، هحسب حساباتي هلاقي الانتاج 24 دي، اقول له لا معلش الطلبيه ديت انا مش هقدر اسلمها لك قبل 24 يوم، لان زي ما اتفقنا تاخير اي يوم عن ميعاد المتفق عليه في الطلبيه ممكن يتم رفض الطلبيه بالكامل لو هي مرتبطه بشحن او تصدير خارج البلاد. نشوف مثال تاني نوسع مداركنا اكبر ونحسب زمن التشغيل بشكل اوسع. ده مصنع، بيقول لك مصنع تريكو بينتج 168 رطل في اليوم، 168 باوند بير دي، من الياف صوف ورستد نمرتها 36 على 2 ان اي. القماش المنتج على المكنه بعرض 80 سنتي على الايه؟ على المكنه بمعلوميه الحاجات دي. اول حاجه اليارن كونسامشن ات ويندنج، يعني عندي نسبه استهلاك في الخيط 5%، الماشين جيج 12 يبقى 12 ابره في البوصه، الماشين سبيد 20 كورس بير مينت، الكورس بير سنتي 16، الوركينج ان تو نيدل بيد، عرفنا كويس جدا نفرق بين الوركينج ان تو نيدل بيد وعلى 1 نيدل بيد، طول الغرزه نص سنتي، الوركينج ارز بير دي 8 ساعات. عايز يحسب عشان ينفذ الاوردر بتاعنا ده، عايز يحسب وزن المتر الطولي. ايه ده؟ يعني عايز يحسب، طب ما انا كده عندي، خلي بالك القماش عرضه 80 سنتي على المكنه، وكمان ده لما بينزل بيكش، يبقى انا هجيب متر طولي من متر من القماش المنتج، هو اوريدي كده متر طولي لان عرضه اقل من ايه؟ اقل من متر. وعايز بعد كده اللينير برودكشن، عايز يعرف المكنه دي هتطلع كم متر قماش في اليوم. خلي بالك ركز،
وفرق بين الميتر بير داي كقماش واستهلاك الخيط، المكن بيستهلك خيط قد ايه في الساعه او في اليوم. لازم نفرق، لان الاثنين بتبقى وحدتهم متر بير داي، بس هل هي متر قماش ولا متر خيط؟ نركز جدا ونعرف نفرق بين الحالتين. المطلوب الثالث نمبر اوف ماشين ان ميل، عايز عدد الماكينات اللي موجوده في المصنع بتاعي. تعال نحل المساله على طول مع بعض. علشان يجيب وزن المتر الطولي اتفقنا، لو انا عندي عندي صناعه غزل والنسيج بما فيها صناعه التريكو، صناعه تحويليه، يعني اللي داخل هو اللي خارج. فانا لو جبت كميه الخيط اللي داخله اللي هتستهلك داخل متر من القماش وانا عارف نمرتها، جبت كميه الخيط كطول وعارف نمرتها، يبقى من نمره وطول اقدر اجيب الايه الوزن. وتعالى نعوض على طول في المسائل اللي احنا في العلاقات اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي طول الخيط اللازم لعمل صف، فاكرين كان بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الابر اللي شغاله في طول الغرزه. يديني طول الخيط اللازم لعمل صف. تعال نشوف عشان يجيب عدد الابر كان بيساوي ايه؟ بيساوي عرض القماش على المكنه بالبوصه في الجيج في عدد الاوجه الشغال. اهو عرض القماش على المكنه 80، بس عشان بالسنتي عشان احوله البوصه ضربته في 2 على 5. طيب في الجيج اللي هو 12، في عدد الاوجه الشغاله 2، لحد كده يديني عدد مين؟ عدد الابر. اضربه في نص اللي هو طول الغرزه واقسمه بالمره على 100 عشان الناتج يديني 3.84 من 100 ايه؟ متر. يبقى ده طول الخيط اللازم لعمل ايه؟ لعمل صف. طيب السنتي الواحد فيه كام صف؟ فيه 16 صف. ارجع للمعطيات بتاعتك هتلاقي كده. طيب لو انا ضربت طول الخيط اللازم لعمل صف في 16، يبقى ده طول الخيط اللازم لعمل متر من القماش اللي هو 61.44 من 100 ايه؟ متر. زيها بالظبط لو ضربت بقى ال 61.44 من 100 في 100 اللي هو طول المتر، كان عندي المتر فيه 100 سنتي، انا جبت في الملحوظه اللي قبلها الخطوه اللي قبلها انا جبت مين؟ طول الخيط اللازم لعمل صف اللي عمل سنتي من القماش. طب هضربه في 100 بقى عشان يبقى جبت متر، يبقى ايه؟ يبقى 6144 ايه؟ متر. هضرب ال 6144 متر في 35 على 32 عشان احوله لياردة، يبقى 6720 ياردة. ده ايه تاني؟ ده طول الخيط، طول الخيط اللازم لعمل متر قماش. يبقى لو انا عندي نمرة الخيط ده، انا جبت طوله اهو، لو عندي نمرته يبقى من الطول والنمرة احوله الوزن، ويبقى ده وزن المتر الطولي من القماش المنتج. اهو انا عندي العلاقه بتقول ايه؟ الويت اوف لينير متر، وزن المتر الطولي ان يعني هو ده اللي يساوي الطول بالياردة على النمره في الثابت الشله اللي شغال بوروس 560 والنمره بتاعت 36 على 2 فطلعت الاثنين فوق. اذا وزن المتر الطولي من القماش 0.6667 رطل، وده يبقى وزن المتر الطولي. المطلوب اللي بعده لو انا عايز اجيب عدد اللينير برودكشن، المكنه بتطلع قد ايه؟ طيب او المصنع بتاعي بيطلع قد ايه متر قماش في اليوم؟ انا عندي المصنع بيقول لك هو ايه المعطى في المساله، ان المصنع بتاعك بيطلع 168 رطل في اليوم. طيب وانا عندي المتر الواحد وزنه قد ايه؟ 0.667. اذا لو قسمت اللي المصنع بيطلعه في اليوم على وزن المتر الطولي يديني عدد الامتار، يبقى 168 على الرقم ده يديني 252 متر بالدي. يبقى المصنع كله بيطلع 252 متر بير دي. المطلوب اللي بعده عايز عدد الماكينات. طيب انا دلوقتي عندي إيه؟ لو انا جبت عشان اجيب عدد الماكينات اعمل ايه؟ قلنا اتفقنا يجيب كورسز على كورسز، يا متر على متر. طيب انا عندي اشتغل بالمتر المره دي، اللينير برودكشن بيساوي ايه؟ كورس بير مينت على كورس بير سنتي في 60 على 100 في عدد ساعات العمل اليوميه، يديني ان المكنه الواحده بتطلع قد ايه؟ بتطلع 6 متر بير ماشين بير دي. المكنه الواحده هتطلع 6 متر قماش، مش خيط بقى،
انا بتكلم دلوقتي على الانتاج الطولي للقماش، يبقى المكنه الواحده هتطلع 6 متر قماش في الايه؟ في اليوم. جبتها ازاي تاني؟ قلت الكورس بير مينت. دايما لما اجي اطلع انتاج طولي يبقى كورس بير مينت على ايه؟ على كورس بير سنتي، يبقى 20 على 16 في 60 على 100 عشان احول من سنتي لدقيقه لمتر بير اور، واضرب في عدد ساعات العمل اليوميه يبقى 6 متر بير ايه؟ بير ماشين بير دي. اذا انا عندي المصنع كله بيطلع 252 متر في اليوم، والمكنه الواحده بتطلع 6 متر في اليوم، يبقى عدد الماكينات يساوي ايه؟ هقسم ال 252 اللي هو انتاج المصنع كله في اليوم على انتاج المكنه الواحده في اليوم، يبقى المصنع ده موجود فيه 42 ماكينه. وبكده احنا كده عرفنا ان بواسطه زمن التشغيل اقدر احدد عدد الايام، اقدر احدد عدد الماكينات، لان ممكن الحاله تبقى معكوسه. انا عندي في المصنع بتاعي 10 ماكينات، وجالي عميل قال لي خلي بالك انا عايزك تسلم لي الاوردر ده في 30 يوم. انا حسبت حساباتي على ال 10 ماكينات اللي عندي، لقيت محتاج ايه؟ محتاج 32 يوم. هو قال لي لا ده لازم 30 يوم. يبقى في الحاله دي لازم اعمل ايه؟ استلف ماكينات من ايه؟ من الصاله المجاوره. يبقى لازم اعرف احسب عدد الماكينات اللي محتاجها عشان تسلم الطلبيه في عدد ايام محدده، بناء عليه ممكن استلف ماكينات من صاله اخرى للتشغيل معي في نفس الاوردر ده. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا اهميه زمن التشغيل في تحديد عدد الماكينات وفي تحديد الايام التي يمكن الاستعانه بها في الانتاج. لو حد له اي سؤال ممكن يتواصل علي معايا عن طريق الميل او من خلال التليفون من خلال برنامج الواتساب، واول ما اشوف رسائلكم ان شاء الله هرد عليكم. نلتقي في المحاضره القادمه.